وارحمهما في الدنيا وفي الآخرة، واجعلني بارة بهما. اللهم اجعل ختمي من كتابك في ميزان حسنات معلماتي، وارزقهم الذرية الصالحة، واجعلهم من أهلك وخاصتك يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين. والسلامة من كل إثم، اللهم إني أسألك الفوز بالجنة والنجاة من
النار. اللهم ارزقنا بالالف الفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال ذنوبا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد زلفا وبالضاد بياء وبالطاء طهارة وبالطاء ظهرا وبالعين علما وبالغين غنا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعدة وبالنون نورا وباللام لطفا وبالميم موعدة وبالنون نورا وبالهاء هداية وبالواو بصلة وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين واتبع ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي شرفني بحمل كتابه. اللهم أكرمني بلباس والدي تاج الوقار. اللهم اجعل القرآن نور فؤادي وربيع قلبي وشفيعا لي ولوالدي ولمعلماتي. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعني على إقامة حدوده وأحكامه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محفوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا من المسلمين. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا ارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا عافهم واعف عنهم واغسلهم بالماء الثلج والبرد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.